الآن مثل ما الولايات المتحدة تعد النقاط على إيران، نحن نعد النقاط على إيران، وعليها أن تدرك أن هذا السكوت أحيانا، هذه الحقيقة، تجنب الخوض الحرب ليس لأنه لسه باستطاعتنا. نعم نحن لا نريد الحرب ولا نحلم بالحرب، ونحن شعوب تنموية تطويرية نبي السلام والاستقرار، لكن لدينا القدرة على أن الحقيقة ندافع عن أنفسنا. وأذكر بمقولة للمرحوم الأمير سعود الفيصل عندما قال أنه والله يعني إذا القصة قرعت طبول الحرب فنحن نقدر الحقيقة على أن نواجه، يعني القضية لدينا القدرة أن ندافع عن أنفسنا وأن نتصدى. إيران عليها أن تدرك أنه الجغرافيا ليس من السهل ولا تتغير، لكن السلوك السياسي يتغير، وأيضا المنطقة التاريخي للأحداث أيضا يتغير. اليوم على إيران أن تدرك أنه هذه المنطقة لله الحمد والمنة يعني لديها القوة الكافية، ليست مستضعفة، ولديها الحلفاء الذين مستعدون أن يخوضوا الحرب العالمية الثالثة في سبيلها. وهذا لا نقول يعني مباهاة ولا عدم إدراك، لا، ندرك. قلت لك عندما تم اجتياح الكويت العالم اجتمع، 32 أو 33 دولة انطلقت من أراضي المملكة العربية السعودية لتحرير الكويت ومن مناطق خليجية أخرى، لكن هذه الحقيقة دلالة على أن هذه المنطقة تحظى باحترام وبحرص العالم عليها. لذلك هذه الاجتماعات الآن هي للتداول فيما يمكن أن يتم. ولعل إيران حقيقة ولعلها تدرك أنه الرسالة واضحة، إذا لم ترتدعوا، إذا لم تكفوا شركم، وإذا لم تثنوا أيدي أدواتكم في المنطقة، فلدينا القدرة على أن نكسر الأيدي التي تمتد إلينا.